يعتقد البعض أن قضاء عطلة نهاية الأسبوع قرب إحدى برك السباحة يعتبر مثالية، لكن البحر الميت في الأردن الذي يقع في أخفض بقعة في العالم قلب المعادلة. هو في الواقع بحيرة كبيرة سميت بحراً لسعتها، وسمي البحر ميتاً لكونه أشد ملوحة بعشرة أضعاف من ملوحة المحيطات، ما يعني استحالة العيش فيه بالنسبة للأحياء البحرية، لكنه يبقى الاختيار الأول بالنسبة للسواح وللعائلة الأردنية، خاصة تلك الباحثة عن مكان هادئ بعيد عن ضوضاء المدينة. البحر مكان جميل، يعني الواحد في استرخاء، في يعني بعيد عن الناس وعن الضجة والأسواق كل بحب البحر. وانت؟ وانا بحب البحر. يتفق المؤرخون أن البحر الميت تكون نتيجة الصدع الآسيوي الأفريقي، عندما حصرت مياه بحرية فيه وعمل تبخر الماء على زيادة نسبة الأملاح بكثافة عالية جدا تكفي لحمل جسم الإنسان بالكامل دون سباحة. وهي العلاج الناجع لكثير من الأمراض الجلدية، ما يعطي المكان أهمية إضافية بين المواقع السياحية في الأردن بالنسبة للكثير، كهذا الزوج الفرنسي مثلا. إنها حقا تجربة فريدة بالنسبة لنا. البقاء في أوروبا ليس مسليا لهذه الدرجة. في هذا المكان تجد ثقافة مختلفة عن تلك الأوروبية، والناس هنا ودودون جدا. أما المياه فهي مثالية لأنها دافئة وجميلة ومالحة. Warm, amazing, salty. وفيرتو ميراكولوس دو. نؤمن بالفضائل الطبية للبحر الميت، كما أن المكان مسل جدا، بالإضافة إلى الطينة المفيدة للجسم، وهو في الواقع السبب وراء زيارتي. للبحر لغة خاصة يخاطب بها الجميع، أما طينة البحر الميت فهي الهدف الأول لزائري المكان، الذي يعتبر أحد أهم مصادر الصناعات مثل مصانع الملح ومصانع المستحضرات العلاجية والتجميلية. لا أعاني من مشاكل جلدية، لكنني أشكو من بعض المفاصل. الإحساس بالطين على الجسد غريب، وإنني سعيد بالتجول بهذا الشكل لأن زوجتي لن تتعرف علي. البحر الميت ينخفض بنحو 417 متراً تحت سطح البحر، ويمتد بطول 79 كيلومتر وعرض 15 كيلومتر، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 945 كيلومتر مربع، تصل أعمق نقاطه إلى أكثر من 400 متر. أما المنتجعات المقامة على شواطئه فقد أضافت إليه سمة سياحية أخرى. الأهل جايين فحبينا نغير جو ونروح أماكن سياحية، ففكرنا بالبحر الميت، وأخوي يدرس كمان هون، فجينا على البحر الميت وحبينا الوضع، إن الأجواء جدا يعني. ليش البحر الميت؟ بصراحة أول ما كنا ندري إنه يعني البحر الميت أنزل بقعة في وجه الأرض، فحبينا نشوف المكان هذا والملوحة إن الطين الطبيعي اللي عندهم، وفي أشياء يعني كثير بنحبنا إياها.
فهذه الأسباب اللي خلتنا نجي نشوف تغيير جو سياحة، يعني الواحد لازم يروح مكان يعني يغير جو. التميز في هذا المكان لا يأتي فقط من الفوائد الطبية الجمة ومن المنظر الطبيعي الأخاذ، بل القصة تتمة في مكان آخر غير بعيد. فعلى بعد 7 كيلومترات صعوداً على قمة إحدى الجبال المطلة على المكان، يتوجه السواح لحضور ما اتفق على تصنيفه أجمل منظر لغروب الشمس في الأردن، وذلك في موقع بانوراما البحر الميت. أساسا كله هدوء، يعني أنت لو بتصرخ أو شيء تسمع صوتك في المكان، صدى صوت وسبه الهدوء هذا. هو هذا اللي يريد الطالب برأيك؟ هذا مو مسألة الطالب، الطالب يبي ياخذ شوي راحة، كبت طول الأسبوع بالجامعة ويعني لازم الواحد شوي ياخذ راحته. على فكرة أنا كنت في بلغاريا وصعدت إلى أعلى قمة جبل في البحر الأسود. وشفت هناك منظر الدلافيل والحيتان تطلع ويطلع الماء، فكان منظر مو طبيعي وكنت أسولف فيه. فلما شفت هذا فعلا يعني هذا يقارن بهذاك وأحسن. ليش أحسن برأيك؟ أهدى هناك، كان في الجو في أمطار وفي هواء، أنت مثل ما شايف هني الجو هادي، المنظر مثل ما شايف جبال تحاطم كل البحر، تحاطم جبال من كل مكان. في المكان خريطة ترسم الاتجاهات وتبين الطرق المختصرة إلى العاصمة الأردنية أو دول الجوار، لكن زائر الموقع سينشغل بلا شك بمنظر الغروب وبطريقة زوال الشمس التي تعطي لقاموس ألوان الطبيعة مفردات جديدة بطريقة تبين عظمة الخالق في رسم الأفق. خواص سياحية كثيرة يضاف إليها الهدوء الذي يخيم على المكان عند المغيب، وكأن غروب الشمس في ملوحة البحر الميت تعطي الحياة فرصة لسبات عميق. محمود أغا لبرنامج مراسلون من منطقة البحر الميت.